Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis malam Jumat, ...18 Januari 2024, bertepatan dengan malam kelima dari bulan Rajab 1445 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitab Tauhid, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang baru. Maka sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muslim ibn Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Qatadah, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يجمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا فيريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون له أنت آدم أنت آدم أبو البشر Khalaqallahu biyadihi Wa asdalakal malaika Anta Adam Abul Bashar Khalaqallahu biyadihi wa asdalakal malaika Wa'allamaka asma'a kulli syai' Fashfa'lana ila Rabbina Hatta yurihana Fayaqulu lahum Lastuhunakum Fayaqulu lahum khati'atahu alladhi asaba. Tanzil Hisham man huna Hisham antabihu sa'as'alukum Hisham ibn Abdillah al-Bistari mahaluh, bagaimana kedudukannya di ilmi jarhi wa ta'dil? Qad darastum dawabit al-jarh wa ta'dil. Daif Sikoh bas arfa minas sikoh. Sub minal an lazim anta tumayyiz bainal imam wa thiqah wa saduq wa da'if wa da'ifun jiddan, semuanya berbeda. Taib ikra. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Muslim ibn Ibrahim qala haddathana Hisham an Qatada an Anas قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله المؤمنون فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيخرجنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر وخلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة
وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء فأشفعنا إلى ربنا فيقول لست هناكم ويكفر لهم خطيئته التي أصابها. عند قتادة من هو؟ قتادة ابن دعامة. لقبه أو نسبته ماذا؟ سانوسي. السانوسي. أه؟ السانوسي. ليس سانوسي. هذا صاحبنا سانوسي. طيب. وهو محاله. وهو إمام لكنه مدرس. طيب. اقرأ من؟ بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة. من أين لفظ الجلاله الله؟ يجمع خلاص بدون فاعل مبني للمجهول. يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون له: أنت آدم عبد البشر الذي خلقك الله بيديه، وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء فاشفعنا إلى ربنا. فيقول: حتى يريحنا. فيقول: حتى يريحنا. فيقول لست هناك فيذكر خطيئاته التي أصاب. عندك من هو مسلم ابن إبراهيم؟ قد ذكرنا أمس نسبته إلى من؟ ها؟ وهو مشهور بمن؟ قد ذكرنا أمس الفراهيدي. أنت ما تكتب. طيب هو البصري محله ثقه بس. إذن أنت متشدد. ناس يقولون إمام وهو يقول ثقه أو كيف؟ قال أبو حاتم: ثقتون صدوق، يعني ثقه وصدوق. قال يحيى ابن معين وهو متشدد يقول ثقتون مأمون. وأنت من متشدد؟ يحيى ابن معين متشدد يقول ثقتون مأمون، يعني أكمل في الحفظ. وأنت تقول ثقه فقط. إذن هو أرفع من الثقه. طيب أمام بعد هذا. ارفع صوتك. صلح سواء. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن إبراهيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فيقولون له: أنت عبد البشر، خلقك الله بيده وأسجل لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء فيقولون: فاشفع لنا. فاشفع لنا حتى إلى ربنا. فيقول حتى يريحنا. فيقول: لست هناكم. فيذكر لهم خطيئته التي أصابه.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون له فيقولون فليس أشفعنا إلى ربنا فيجمع من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون له أنت آدم البشر فأمك الله بيده وأسجد لك مالك فأشفعنا يا رب ما لك أسماء كل شيء فأشفعنا يا ربنا حتى يريحنا من مكاننا حتى يريحنا فيقولون لست هناكم ويذكر خطي له ويأتي أصحابه من هو أنس هنا عن أنس من أنس أنس بن مالك المدني يعني تابعي أو اتباع تابعي صحابي يا أخي أنت تكمل أنت تعرف تكمل ما حاله صحابي وما فضائله من المفيدة في رأي ثلاثة من الأربع الثالث Madada Allahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apa yang didoakan Nabi untuk dia? Allahumma fir amwala wa aulada. Wa kam umruhu? Umruhu ya ila sana. Qala man hadha? Qala bait atwil. Taib. Ahsantum. Kalau semuanya nih sampai pagi kita random mah. Di mana dia keluar di keluarganya anak yang ganjil. Contoh anak pertama, anak ketiga, anak kelima. Ah, silakan. Enggak ada. Anak pertama, ketiga, kelima, anak ke-11, masya Allah. Man awalan man alasan na'rif kam baki irfa kathir bismillahirrahmanirrahim qala Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana muslimun bin nawrah haddatsana muslimun bin ibrahim haddatsana hisyam haddatsana qatadah an anas bin malik radhiyallahu taala anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو البشر خلق الله بيده وأسجد لك الملائكة wa'allamaka asma'a kulli shay'in fashfa' lana ila rabbina fayaquluna lahum lastu hunakum fayadhkuruna lahum khati'atul ladhi asaba wais hafita anta raqam kam fil bait nomor 5 idan ganjil Bismillah qala Imam Bukhari rahimallahu taala haddathana Muslim ibn Ibrahim haddathana Hisham an haddathana Qatada an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idma'al mu'minuna yawm al-qiyamati fayaquluna la istashfa'na ila rabbina fayurihuna min makanina hadha fayatuna Adam fayaquluna lahu Anta Adam Abu al-Bashar Khalaqallahu biyad Wa Khalaqallahu biyadi
Falakallahu biyadih fasjada laka malaika fa'allamaka asma'a kulli syai'in fashfa'lana ila rabbina hatta yurihana fayakulu lahum lastu hunakum fayakulu lahum khatiatuhu allati asobah